هل السحر حقيقة أو خيال؟ السحر هل هو حقيقة أو خيال أو تخيل؟ الصحيح أن السحر حقيقة ومنه ما هو تخيل. السحر حقيقة ومنه ما هو خيال، ولولا أنه حقيقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الله عز وجل بالاستعاذة منه. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، وسحره لبيد بن الأعصم اليهودي، ولكن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤثرا على ما يتعلق بنبوته أو بعقله، وإنما كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يعني أنه يأتي أهله ولا يفعله، وبقي على ذلك عدة أشهر ثم شفاه الله